بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحياكم الله يا شباب في الحلقات الأخيرة من شابتر 1، والتي قد تستغربون وتظنون أن الكوب هذا موضوع كذا بالغلط أو أني ناسيه، حنخليه على جنب. أتوقع الجميع يعرف إيش هو هذا الكوب. عنوان هذه الحلقة What is the relation between heat transfer and thermodynamics؟ والمفروض أن هذا السؤال من وجهة نظر تعليمية متقدمة أن يكون هو أول ما يطرح، أول ما يطرح، ولكن بدأنا بالبسيط ثم ظهرنا إلى آخر الشابتر، بحيث نحن نسأل السؤال لماذا ندرس الهيت ترانسفير، ما هو الجديد فيه وما هو علاقته بالثيرمودينامكس. عشان نجيب لك أبسط لك الطريقة أو حتى تفهم العلاقة بين الثنتين مهمة جدا ككونسبت طبعا، فركز معايا الآن في كوب القهوة هذا، وتخيل أنك أخذته يعني فريش من المحل، وكانت درجة حرارته لنقل إنها يعني كان ساخن جدا، كان 100 درجة مئوية، وتقريبا خلينا نخلي هذا هو السماكة حقته، بنسمي هذه من وجهة نظر ثيرمو ستيت 1. طبعا القهوة ممكن نعبر عنها بإنها ووتر H2O. الكوب هذا يا أخوان يعني أتوقع أن فيه تقريبا قرابة 200 جرام، نقدر نقول أن الماس تساوي 200 جرام. طيب السماكة هذه شايف كيف، أنا بجيك بعطيك إياها بعد، بكلمك عنها. التين طبعا ما تسألك عن سماكة الجدار، حيبرد شايف كيف، حيوصل إلى ستيت 2 تمام، اللي هو تي 2 كل 25 درجة مئوية، وهذه تي 1 معايا، هذه نسميها ستيت 2. هل تقدر تحسب لي الهيت ترانسفير اللي خرجت من السيستم عبر خلال هذه الفترة؟ أتوقع أنك تقدر تحسب هذه بكل بساطة من خلال الثيرمو. إيش حتسوي؟ هتطبق الفيرست لو ثيرمودينامكس وتقول لي انه Q from state 1 to state 2 minus W from 1 to 2 will work، حيساوي change in the internal energy، وهذا change حيساوي MC اللي هو specific heat الخاص بالقهوة اللي هو الووتر في T final minus T initial، و كل المعلومات عندنا. الماس هنا ب 0.2 كيلوغرام، و سبيسيفيكيت حق الووتر تقريبا 4.17 كيلو جول بير كيلوغرام بير ديجريز كالفن او سيليزيوس. تي 1 كانت بكم؟ كانت ب 100 درجه مئويه، وتي 2 الى كانت ب 25 درجه مئويه خلال عمليه الكولينج، ما في أي work، وبالتالي تقدر أنا وياك نحسبها، نحسب المقدار هذا ونشوف كم يساوي. 25 ناقص 100 مضروبا في 4.17 كيلو جول بير كيلوغرام مضروبا في 0.2 يطلع لي 62 ماينس 62.55 كيلو جول خلني اضربها في 1000 عشان تطلع لي بالجول. ايوه ممتاز جدا. اذا النتيجه الان ماينس، معناتها خارجه من السيستم، 62.6 في 10 تو ذا باور 3 جول. هذه هي الكيو اللي حصلناه عن طريق الثيرمو. إلى الآن ما جاوبتك على السؤال، يعني أنت ممكن تقول طيب خير، طيب بسألك يا أستاذ إيش هو العلاقة ما بين الهيت ترانسفير وما بين الثيرموديناميكس. أنا الآن بقول لك، هل هذا المقدار اللي أنت جبته يجاوب على طلب الزبون
طلب الزبون، اللي مثلا يقول لك انا ابغى منك اكواب قهوة ما توصل درجة الحرارة حقت الكافي من الى 25 الا بعد ساعتين، عشان ابغى الزبون يتقهوى مزبوط. شايف هل ابغى كثير من الشباب في الهيت ترانسفير يتعبون في اجابة السؤال هذا في اول الكورس. يلا جاوبوا شباب، بسم الله، ابغاكم تفكرون مزبوط. الان سؤالي انا الان نبغى نفتح انا وياكم مصنع، شايف كيف، وننتج لنا اكواب منافسة نبيعها، وسواء كانت ورقية او اذا تبغى شو اسمه مج، واللي بيكون طبعا اغلى. سؤال الزبون يقول انا ابغى اسوي اكواب نقول ورقية، شايف كيف، او من فلين او مواد عازلة، تخلي الكوب القهوة اذا حطيته انا الان وبديت في الشرح ما يوصل الى 25 منو الا بعد ساعتين. اوكي، تلاحظ ان الاداة هذه او التول هذا ما الثيرمو موقف معك، ما يساعدك، خلاص انتهينا، وقفنا هنا. الثيرمو اتوقع انك فهمت انها ما لها علاقة ب هذا التمبريتشر وهذا الزمن. هذه ستيت 1 شايف كيف، وهذه ستيت 2، هذه كانت 100 وهذه اصبحت 25. الثيرمو ما لها ادراك بالزمن، الثيرمو فقط تقول لك قل لي ايش كان وضعك في ستيت 1 وانت تحت الاكوليبريم، وايش وضعك في الستيت 2 واقول لك كم خسرت او كم كسبت هيت وكم خسرت وكم كسبت وورك. سويت الشغل هذا كله في ثانيتين ولا في مليونين ثانية ما لي دخل، تمام؟ أيوة، نرجع الآن. جيد، إذن نقدر نقول إذن واضح أن الثيرمو داينامكس لا تهتم بالزمن الذي تتم خلاله العملية، بين قوسين بروسيس. أيوة، طيب إيش نسوي يا أخوان؟ ها يلا ساعدونا الآن عشان طيب نحسب الزمن. يلا نطقطق أنا وياكم. هو قال يبغاها تتم خلال زمن مقداره كم؟ ساعتين، 2 hours. 2 hours نحسبها بسرعة لنشوف بالثواني. ساعتين في 60 دقيقة في 60 ثانية، يعني 7200 ثانية. جيد، 7200 ثانية. طيب نيجي الآن نقطة اللي بعدها التي تليها. معنات انه معدل خروج الهيت من القهوة لبرا يساوي ايش؟ يساوي الكيو خلال الفترة الزمنية هذه من 1 إلى 2 مقسوما على دلتا تي. لو قسمنا كيو اللي هي 62.6 اكسبوننت 3 وضربناها قسمناها على دلتا تي وشيل الماينس، معروف انها برا، حتطلع لي يا حبيبي 8.7 جول لكل ثانية. يعني ايش؟ يعني واط. ايوه واط. اول ما تشوف واط تفرح، ليش؟ لان له علاقة بالثلاثة ميكانيزمز اللي احنا ورينا لك اياها في الحلقات السابقة. طيب ممتاز، واصل معي حبيبي. اتوقع الان انك بتوافقني انه خلني احط بس انه الكوب، خليني احط الكوب الان بهذه الطريقه. اوكي، هذه تي 1 وهذه تي 2، وزي ما قلنا الكوندكشن يتم عبر الجدار اذا هو كان بلين وول. معلش انا عارف، خلي هذا اعتبره كانه بلين وول. يلا كانه مطعود كذا معايا، كانه كذا. اوكي،
بعدين نهتم بالاسطوانية حقته والدوراني. فانت درست معايا الفيرست مود بالكوندكشن كيو، اوكي، بانه كيو دوت باي كوندكشن which is Q عندنا الآن، هذا أيام زمان في ثيرمو 2، وهذا الآن هنا Q يساوي إيش؟ الموصلية الحرارية K حقت المادة اللي بتختارها الآن في الأريا العمودية، أهو الأريا، بص معايا هذه هي الأريا، أوكي، العمودية على الهيث ماشية بهذا الاتجاه معي. طيب في دلتا T على إيش؟ على السماكة دي، السمكة ذي سميها ال، لا تسميها تي لأن التي محجوز للزمن، سميها ال. طيب ممتاز. الليفت هاند سايد الآن عندنا جبنا إحنا وياكم قبل شوية، أهو هذا ساوي 8.7 واط، أوكي، والكي خلينا نختار ال الماتيريال تكون من المواد العازلة، يعني هذا زي ما أنتم شايفين مادة عازلة. بإمكانك، كيف أعرف اسم المادة العازلة أنا كمهندس؟ يعني احمد الله إن عندكم الآن جوجل وكل حاجة، أيام زمان كنا نحتار إيش اسم المادة، ممكن تدخل على جوجل تكتب What is the name of the insulating material for a cup of coffee، حيقول لك يعطيك مجموعة ومنها البوليستايرين، البوليستايرين واللي اسمه التجاري ستايروفوم، أوكي. طيب البوليستايرين معروف ان العزل الحراري، النص الحراري حقته واطي جدا 0.033، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، كم بالجول ولا بايش؟ مع الصبح ذا ما ادري ايش بني ناسي، اي كيلو جول بير بير متر لكل كالف. طيب نجي الان، اذا هذا معروف وهذه معروفه والاريا، يلا يا شباب ها خلونا لا نروح الى هذا الكوب الاريا، ها كم المسافه هذه كلها؟ يعني اي وود سي ات از 10 20 30 سنتي، اتوقع انها قرابه 12 سنتي. طيب والديامتر دي هذا، والله دي هذا غير دي هذا، طيب يعني خذ لك الوسط، هذا تقريبا اتوقع نقول 5 وهذا نقول مثلا 9. طيب اذا الديامتر يا حبيبي لو اخذت لي، خلني اخذ لي ورقه هنا، شوف حسبتها لك هنا قبل شويه، الاريا باي دي ال، شايف كيف؟ خلي الديامتر المتوسط عباره عن 7 سنتي على 100، وخلي الارتفاع زي ما انت شايف 12 سنتي، انا حطيت اول شيء 13 سنتي على 100، حيساوي ايش؟ حيساوي 2.86 في 10 to the minus 2 متر تربيع. ممتاز جدا، ممتاز اهو، اذا انا اقدر اقول ان الاريا الان 2.86 في 10 to the minus 2 متر تربيع. طيب دلتا تي يا اخوان، دلتا تي هنا ممكن واحد من شوي يقول 100 ناقص 25، يجي واحد كمان اكثر نباهه يقول بس يا كابتن مع الزمن لو اخذت الجدار هذا، اوكي، مع الزمن هذا تي 1 وهذا تي 2، تي 2 ثابته بحكم التصاقها بايش؟ بالهواء اللي درجه الحراره 25، يقول لك والله هي تتناقص لحد ما يصير كل ابوه هو والقهوه، هذه القهوه هنا كل ابوه عند 25. طيب ايش نسوي كمهندسين؟ انا بس ابغى اسوي انيشال ديزاين، يسمونه انيشال ديزاين، هل اقفز مثلا تشابتر 5 واروح اجيب داله في الزمن والى اخره؟ لا يا حبيبي، اعتبر انك عندك شيء افريج، نقدر نقول تي 1 اللي على اليسار حتساوي لا هي بتي عند الانيشال ولا هي بتي عند الفاينل، ولكن ايش الافريج حقهم. طيب ممتاز، 100 زائد 25 على 2 ها بكم يا اخوان؟ 100 125 على 2 يعطيني 62.5 ديجري سلسيوس. اذا دلتا تي اللي هي تي اللي على اليسار هذه تي 1 ماينس تي 2
حتساوي كم؟ 62 خليها 63 ماينس 25 كم تطلع؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم 25 ناقص تطلع 38 degrees سلسيوس. جميل جدا جبنا اهو. اها اذا الان اقدر بدت اذا انا اقدر اصن بدت بديت اقدر اقول انه اقدر اجيب السماكه الكي علمت لي بنوعيه الماده تمام و ال ودلت الايج الكي علمت لي بالماده والان ال بيعطيني السماكه. يلا اذا ال حيساوي كي اي دلتا تي على الكيو. الكي قلنا اخذنا اخترنا ماده يعني رخيصه وعازله وجيده اللي هو الفلين اللي موجود في السوق 3 والاريا 2.86 في 10 تو ذا ماينس 2 ودلتا تي 38 تمام وهذا كله ابو مقسوم على الكيو اللي هي 8.7. طيب وهذا يساوي يلا بسم الله الرحمن الرحيم 38 في 2.86 exponent 2 change sign في 0.033 على 8.7 division اضربه في 1000 ملي يطلع لك يا حبيبي اهو طلعته قبل شوي تقريبا 4.12 مليمتر. ايوه شفت يا شباب الان اذا يقول لك السماكه اللي هنا تقريبا هذا كم؟ هذا ورق ما هو ستايروفوم معايا؟ سماكته يمكن 2 ملي 2.5 لا يقول لك لا عشان اذا تبغى الشباب يمزجون ويقعد يمزمز على القهوه لمده ساعتين بحيث انها ما توصل الى 25 مئوي الا بعد ساعتين لازم يكون السماكه 4 ملي ومن ايش؟ ما هو من الورق الرخيص هذا لا ستايروفورم حيكون اغلى معايا؟ حيكون من ايش؟ من الفلي. ما علينا من الاشياء هذه، لكن وصلت لك الفكره الان ان الثيرمو لا تتعامل مع الان في هنا شيء انا كنت كتبته من زمان لا تتعامل يا قلبي الى اخذنا لنا ورقه الان وخلني اخذ لي كمان قهوة بسم الله لا تتعامل مع ثيرمو does not deal with the time لا during which the process takes place. ايوه طيب طيب اذا هي تغفل معدل الريت انتقال الطاقه من او الى المنظومه السيستم. شفت الريت هذا مهم جدا مهم جدا وإذن هي تغفل معدل ومن باب أولى تغفل إذا هي مغفلة التايم وبالتالي الريت اللي هو كيو على دلتا تي ومن باب أولى تغفل ماذا الميكانيزم خليني أحطه بين هنا ميكانيزم تغفل الميكانيزم أو الآلية التي بواسطتها تنتقل الطاقة أو الهيت عبر الباوندري أو الجدار حق السيستم. يعني إيش الميكانيزم؟ هل هو كوندكشن أو كونفكشن أو راديشن؟ شفتوا كيف شباب
يعني الان اتوقع اذا لو سالت في مقابله في انترفيو مثلا تبغى تتوظف في ارامكو والى اخره او برا او كذا وقال لك سير وات از ذا ديفرنس يو هاف ار يو ميكانيكال انجين تقول لي اي نعم ميكانيكال انجين قد الدنيا كم جبت في الثيرمو اي كم جبت في الهيت اي ممتاز جيد جدا طيب قل لي يا ولدي ايش الفرق بين الثيرمو الهيت ترانسفير الثيرمو ها ها ايش بك تقول ها ها ايوه شفت كيف جبت ايه طبعا يا حبيبي لانك ما شاء الله عليك عندك سولوشن مانيوال وعندك نقل من الشباب والاسئله تتوضع دائما من تنقلونها من الميجرات القديمه وكله حلو انت مرتاح وحلو واخذت ايه وبي بلس والدكتور اديته تقييم ممتاز فهو سعيد وانت سعيد وهذا وكلكم قاعدين تضحكون على بعض وتخشون بعض والمغشوش الاخير انت يا ابن البلد معايا لما ندفك هنا في المارجن نقول لك صمم ونقول لك حطه الى اخره يبدا السب واللعن ولا تسجل عند الدكتور الفلاني ولا ما ادري ايش والله يتعبك والى اخره ليش؟ لانك انت ولا مؤاخذه ما فاهم ما هو العلم ما فاهم العلم انت ما انت طالب علم بعضكم يلا بلاش عالم اوكي 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 اسف 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 تمام؟ اذا يا حبيب قلبي الفرق ما بين الثنتين أن الثيرمو لا تتعامل مع does not compute time during which the process takes place لأن خلال الانتقال من state 1 إلى state 2 تصبح العملية non-equilibrium لأنه T1 غير T2 والثيرمو لا تتعامل مع equilibrium يعني هي تتعامل مع end states state 1 و state 2 وبالتالي فهي تغفل rate at which heat or energy is taken in or out to our system and therefore it does not mention at all the mechanism by which heat is taken out of our system or in to our system the mechanisms اللي هو الكوندكشن Q is equal to K A delta T على L أو الكونفكشن اللي هو HA delta T أو النت راديشن هيت اكسشينج ما بين كوب القهوة حقنا والعالم الخارجي اللي هو إبسلون سيجما A سيرفس A T القوة 4 ناقص T سراوندنج القوة 4 أتمنى أني وصلت الفكرة لكم إذا حسيت أنك استفدت فلا تنساني من دعوة صالحة بالغيب واهضم هذا المقطع وانشره مع زملائك واستفيدوا وسبسكرايب وحط لايك وسوي كومنت شايف كيف ورد علي واسألني إذا في عندك استفسارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.